السلام عليكم مساء تانية. إن شاء الله النهاردة هناخد الـ evaluation of the thyroid gland function و الـ evaluation of the adrenal gland function. أنا معكم دكتور أحمد أشرف من الفرقة الخامسة. طيب نبدأ بأول حاجة وهي الـ thyroid gland function. في تستات، بعض التستات بنعملها عشان نشوف الـ thyroid gland بتاعتنا شغالة كويس ولا لأ. طيب ايه هي التستات دي؟ يعني التستات دي بشكل عام هما فيه ثلاثة رئيسيين، اللي هو ال TSH أو Thyroid Stimulating Hormone وال T4 وال T3، دول هما الثلاثة الأساسيين، وفي بعض الحاجات التانية الصغيرة اللي هنتكلم عنها في الآخر. نبدأ بأول واحد معانا هو ال Thyroid Stimulating Hormone أو TSH. ايه فايدة إن أنا أقيس ال TSH في البلد وده هيقول لي ايه، يعني يدل على ايه بالنسبة لل Thyroid Gland؟ احنا عارفين ان ال TSH ده بيطلع من ال Pituitary Gland، هو هرمون بيطلع من البيتويتري جلاند ويروح للثايرويد جلاند عشان يحفزها ان هي تطلع ال T3 و ال T4. It regulates the balance of blood levels of thyroid hormone اللي هما ال T4 and ال T3. طيب في حالة بقى عندنا حالتين، الحالة الأولانية اللي هي الهايبوثايرويديزم والحالة التانية اللي هي الهايبرثايرويديزم. في حالة الهايبوثايرويديزم ان الجلاند مش قادرة تطلع هرمونات كتيرة، طبعا ده برايمري هايبوثايرويديزم، اللي هيحصل ان الليفل بتاع الثايرويد هرمونز هيقل، وده هيبقى ستيمولس ان هو يزود ال TSH، فال TSH هيبقى عالي. لما الليفلز بتاعتهم يقل هيحصل ديبريشن اوف النيجاتيف فيدباك اوف اون بيتويتري جلاند. احنا عارفين ان الثايرويد هرمون بتعمل نيجاتيف فيدباك على البيتويتري جلاند، فلو هي مش موجودين مش هيبقى فيه نيجاتيف فيدباك، فبالتالي هيزيد السكريشن اوف TSH من البيتويتري جلاند، فبالتالي الليفل بتاعه في البلد هيزيد. يبقى احنا ايه اهميه ان احنا نقيس تي سي اتش؟ اول حاجه لو لقينا الليفل بتاعه عالي في البلد ده يقول لنا ان احنا عندنا حاجه اسمها البرايمري هايبوثايرويديزم. طب على العكس صحيح برضه، في حاله الهايبر ثايرويديزم، طبعا البرايمري هايبر ثايرويديزم، الليفلز بتاعت الثايرويد هرمونز هتزيد، فبالتالي النيجاتيف فيدباك على البيتوتري جلاند هتزيد، فبالتالي السكريشن بتاع تي سي اتش هيقل، فبالتالي الليفل بتاعه في البلد هيقل. طيب النورمال ليفل بتاعه بقى كام؟ قال لك النورمال تيست رينجز فور ان ادلتس من تقريبا 4/10 لحاجه زي 4.5 ملي يونت بير مليلتر. ده تقريبا الرينج بتاعه. الارقام مش مهمه قوي، اهم حاجه تعرف هو بيزيد في حاله ايه، بيزيد في حاله الهايبوثايرويديزم، وبيقل في حاله ايه، بيقل في حاله الهايبرثايرويديزم. يبقى ده اول واحد معانا اللي هو تي اس اتش. طيب تاني واحد عندنا اللي هو تي 4. التي 4 هنقيس فيه حاجه اسمها توتال تي 4، هنقيس في حاجة اسمها الفري تي 4. التي 4 عندنا اللي موجود في البلد بيكون حالة من اتنين، يا اما يكون ان هو فري ان هو ماشي في البلد لوحده، او ان هو يكون ماسك في بروتين. لما يكون ماسك في بروتين ده بيبقى ان اكتف، لكن الفري هو ده اللي بيبقى اكتف. طيب تعالى نشوف الليفل بتاعهم تبقى عامله ازاي. ونتكلم الاول عن توتال تي 4. طيب نقيسه ليه؟ اللي هي الانديكيشنز اوف استيميشن اوف تي 4، نقيسه ليه؟ قال لك ان هو بنقيسه لو احنا عندنا مثلا في كلينيكال مانيفستيشنز في ثايرويد هايبر فانكشن. واحد جاي بكلينيكال مانيفستيشن بتاعت الثايرويد هايبر فانكشن مثلا مبرق واحمر وعصبي، اللي هي الكلينيكال بيكتشر دي، ساعتها انت عايز تتاكد ان هو عنده ثايرويد هايبر فانكشن، فبتقيس له الليفل بتاع تي 4. تاني حاجه لو عندنا ابنورمال تي اس اتش ليفل، واحد انت قست له تي اس اتش ولقيته عالي، فبترجع تشوف تي 4 اخباره ايه، هل التي 4 قليل ولا التي 4 عالي، تشوف الليفل اخباره ايه بتاع تي 4. طيب تلاتة abnormal levels of pituitary hormones other than TSH. في بعض الهرمونز التانية اللي بتطلع من البيتويتري بتأثر على الثايرويد جلاند، مش هنتكلم عنها دلوقتي، المهم ان هي بتأثر على الثايرويد جلاند، فانت بتشوف التأثير بتاعها ده عن طريق بتشوف الليفل بتاع تي 4 في البلد زاد ولا قل. طيب تعال نشوف بقى التوتال ليفل، التوتال ليفل بيساوي كام. طيب قال لك التوتال تي 4 ليفل بيساوي الفري تي 4 زائد الليفل اوف بروتين باوند ثايروكسين، اللي هو بتشوف الفري زائد الباوند يديك التوتال، طبيعي جدا. قال لك النورمال تقريبا بيبقى رينجز من حوالي من 5 ل 11 مايكرو جرام بير ديسيليتر، تقريبا الرينج بتاع التي 4 بيبقى تقريبا من 5 ل 11 مايكرو جرام بير ديسيليتر. طيب الفري بقى منه، الفري اللي هو الاكتف فورم، الفري تي 4، الفري تي 4 او الفري ثايروكسين از ذا اكتف فورم اوف ذا هرمون. دي حاجه مهمه ان الفري هو بيبقى الاكتف، تقريبا الرينج بتاعه في الادلت تقريبا بيبقى من 9/10 ل 1.7 نانو جرام بير ديسيليتر. نلاحظ ان الفري فورم بيبقى كميته اقل كتير قوي 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 من التوتال فورم، لان التوتال عندنا هنا تقريبا بالمايكرو جرام، هنا
الفري بيبقى بالنانو جرام، يعني تقريبا 1 على 1000 منها او حاجة زي كده، اللي هو كمية قليلة جدا. فبالتالي ده الفري وده التوتال، القياسة بتاعتهم تبقى مهمة في نفس الكلام ده. يعني الفري هو برضو مهم في نفس الكلينيكال مانيفستيشن بتاع الثيرويد هايبر فانكشن، او لو في ابنورمال تي اس اتش ليفل، او لو في ابنورمال هرمون تاني طالع من البيتوتري بيأثر على الثيرويد جلاند. ده بالنسبة لتاني حاجة اللي هي التي 4. طيب تالت حاجة عندنا اللي هو التي 3. التي 3 اللي هو التراي ايودو تيروزين، بيبقى مور بوتنت زي التي 4. يعني لو قلنا مين المور بوتنت، ده موجود ده شغال وده شغال، بس مين الاقوى فيهم؟ التي 3 اقوى من التي 4 بقد ايه؟ تقريبا بحوالي 10 مرات. يعني التي 3 اقوى من التي 4 بحوالي 10 مرات. طيب التي 4 عندنا بيتحول للتي 3 بانزيم اسمه الدي ايوديز. يبقى لو الدي ايوديز ده حصل فيه ديفيشنسي، الليفل بتاع التي 3 هيقل والليفل بتاع التي 4 هيزيد. دي بس معلومه عشان هنحتاجها بعد كده. يبقى دي تاني حاجه ان هو التي 4 بيتحول للتي 3 بالدي ايوديز. طيب التوتال ليفل بتاع التي 3 بيساوي الليفل اوف الفري تي 3 زائد الليفل اوف البروتين باوند تي 3، زي بالظبط زي التي 4. الفري زائد الباوند دي يديك التوتال. طيب انت بقى نعمل استيميشن في التي 3 ليفل، او بيفيدنا في ايه ان احنا نشوف الليفل بتاع التي 3؟ التي 3 اهم عموما من التي 4. ليه؟ لان هو مور بوتنت. فلو عندنا كلينيكال بيكتشر، التي 3 هو اللي هيعملها اكتر من التي 4. دي بس معلومه لكم. طيب اول حاجه دايجنوزس اوف هايبر ثايرويديزم سبيشالي ان كيس اوف اكتيف نودولار جويتر. يعني نعمل دايجنوز لواحد عنده هايبر ثايرويديزم، خاصه لو في حاله واحد جاي بي اكتيف نودولار جويتر، اللي هو جويتر في الثايرويد جلاند. وانت عارف انواع الجويتر، في حاجه اسمها نودولار جويتر اللي هو بيسكريت تي 3 وتي 4. دي حاله من حالات الهايبر ثايرويديزم. طيب تاني حاجة ان احنا بن evaluate the effect of management of hyperthyroidism. يعني انت دلوقتي واحد جالك بهايبرثيرويديزم وبدأت تديله علاج، فعايز تشوف العلاج ده بينفع ولا لا، فبتشوف الليفل بتاع التي 3. لو لقيت الليفل بتاع التي 3 في البلد بدأ يقل شوية، يبقى العلاج جايب فايدة. طيب تالت حاجة evaluate the function of the diuresis، ودي قلنا عليها من شوية. diuresis هما اللي بيحولوا التي 4 للتي 3. فلو diuresis مش شغالين كويس، التي 4 هتعلى والتي 3 هتقل. اخر حاجه اللي هو الدايجنوز في الهايبوثايرويديزم. الدايجنوز في الهايبوثايرويديزم بيعتمد اكتر على التي 3، لان قلنا زي ما قلنا ان التي 3 اهم من التي 4. فلو الواحد عنده الليفل بتاع التي 3 قليل، هيجي بيه كلينيكال بيكتشر اوف هايبوثايرويديزم. طيب الرينج بتاعه كام؟ تقريبا الرينج بتاعه من 100 ل 200 نانو جرام بير ديسيليتر. عايزين نقارن بقى الكميه التوتال تي 3 بكميه التوتال تي 3 اللي هناك. هنا تقريبا من 100 ل 200 نانو جرام بير ديسيليتر، هنا كان من 5 ل 11 مايكرو جرام بير ديسيليتر. وده لو نلاحظ نلاقي ان التي 4 كميته اعلى كتير قوي من التي 3، ومع ذلك التي 3 هو مور بوتنت ومور افكتيف زان التي 4. طيب الفري فورم بقى بتاع التي 3، الفري فورم بتاع التي 3 طبعا برضو هو الاكتيف فورم. تقريبا الرينج بتاعه بيتراوح من 2.8 ل 4.1 بيكو جرام بير مليليتر، اللي هو كميه صغيره جدا. مش مهم قوي الارقام اللي زي دي، ممكن الارقام دي ما تبقاش مهمه قوي. الاهم حاجه بس تعرف هو يستخدم في ايه، وايه اهميه ان احنا نعمل له ايفالويشن. يعني دي يعني بقى الثلاث حاجات الرئيسيه اللي بنقدر نعمل بيها ايفالويشن اوف الثايرويد جلاند. اول حاجه نقيس التي اس اتش، تاني حاجه نقيس التي 4 بنوعيه سواء التوتال او الفري، وتالت حاجه نقيس التي 3 بنوعيه برضو سواء التوتال تي 3 او الفري تي 3. طيب في بعض الحاجات التانية بنقدر نستفيد بيها برضو، بنعمل لها evaluation، بنعمل بيها evaluation للثيرويد function، ودي بتكون حالات خاصة في بعض الأمراض بس. هما تلات حاجات. أول حاجة اللي هما الثيرويد antibodies. في بعض الحالات اللي بيكون فيها حاجة اسمها autoimmune diseases، الجسم بيطلع antibodies ضد الثيرويد gland. فلو احنا قدرنا نلاقي الانتيبادي الموجود ده في البلد، هنقدر نشخص المرض الموجود عندنا. يبقى هي الانديكيشنز بتاعت الثيرويد antibodies ان هو في عندنا حاجه اسمها ثايرويد اوتو اميون ديس اوردرز. قلنا في ثايرويد اوتو اميون ديس اوردرز دي بيبقى في انتي بودي اجينست ثايرويد جلاند. طيب مين هما بقى الانتي بوديز اللي بيبقوا موجودين اجينست ثايرويد جلاند ده؟ الكومن ثايرويد انتي بودي تيست انكلود. اول حاجه في حاجه عندنا اسمها المايكروزومال انتي بوديز. المايكروزومال انتي بوديز دول اللي هما حاجه اسمها الثايرويد بيروكسيديز انتي بوديز، او الثايرويد الاختصار بتاعه دي عبارة عن انتي بوديز بتطلع ضد الثيرويد بيروكسيديز انزيم، او جزء في معين في الثيرويد جلاند اللي هو الميكروزومز، وبتكسر الميكروزومز دي. فلو قدرنا ان احنا نلاقي الانتي بودي دي في البلد، يبقى احنا كده عملنا دايجنوزز للديزيز ده. تاني حاجه عندنا في حاجه اسمها الثيروجلوبين انتي بوديز. الثيروجلوبين انتي بودي دي برضو انتي بودي بتطلع
من الجسم، مش طبيعي انها تطلع، لكن الجسم بيبدأ يكونها وبتكسر الثيروجلوبولين اللي موجود في الثيرويد جلاند. تالت واحدة حاجة اسمها الثيرويد ريسبتور انتي بوديز. الثيرويد ريسبتور انتي بوديز دي برضو عبارة عن انتي بوديز بتطلع وبتمسك في الريسبتور اللي موجود في الثيرويد جلاند، وبتعمل حاجة من اتنين، يا اما هي تعمل ستيميوليشن للثيرويد جلاند وساعتها بنسميها ثيرويد ستيميوليتنج اميونوجلوبولينز، او ان هي تعمل بلوك للريسبتور وساعتها بنسميها ثيرويد بلوكينج اميونوجلوبولينز. يبقى دول ثلاث انواع من الانتي بوديز اللي ممكن نقيسهم في البلد ويفيدونا يدينا خلفيه عن مرض موجود في الثيرويد جلاند. اول واحد فيهم اسمه مايكروزوم الانتي بودي، الثاني اسمه ثيروجلوبولين انتي بودي، والثالث اسمه ثيرويد ريسبتور انتي بودي. طيب في حاجه ثانيه ممكن نقيسها غير الانتي بوديز؟ قال لك في الكالسيتونين. الكالسيتونين عارفين ان هو هرمون بيطلع من سيلز اسمها البارافوليكولار سيلز، او بنسميها ساعات السي سيل. الكالسيتونين ده بيطلع بيعمل ايه؟ هو بيعمل حاجه اسمها المينراليزيشن اوف بون. يعني ايه مينراليزيشن اوف بون؟ يعني بيعمل ديبوزيشن اوف كالسيوم ان ذا بون، يعني بيزود الكالسيوم في البون. فبالتالي امتى نقيس الكالسيتونين ده؟ الكالسيتونين بيساعدنا في ان احنا ندايجنوز حاجه من اتنين، لو في عندنا سي سيل هايبربليزيا اند ميدالير ثيرويد كانسر. لو احنا عندنا دلوقتي جينا ولقينا السي سيل كبيره قوي، فبنقيس الليفل بتاع الكالسيتونين في البلد. لو لقينا الليفل بتاع الكالسيتونين عالي، يبقى احنا فعلا عندنا سي سيل هايبربليزيا اللي طلعت كالسيتونين كتير. طيب تاني حاجه، لو احنا عندنا هايبر كالسيميا واوستيوبروزس. هايبر كالسيميا يعني في كالسيوم كتير في البلد، واوستيوبروزس يعني في كالسيوم قليل في البون، ودي النتيجه عن ان الليفل بتاع الكالسيتونين قل. ليه؟ لان الكالسيتونين لما يقل مش هيبقى في عندنا مينراليزيشن للبون، فالكالسيوم هيفضل يتحوش في البلد ومش هيروح للبون. يبقى لو الكالسيتونين زاد زياده عن اللزوم، ده بيجي في مرض اسمه سي سيل هايبربليزيا، ولو الكالسيتونين قل قوي ده هيجي العيان هيجي لنا في حاله هايبر كالسيميا واوستيوبروز. طيب اخر حاجه ممكن نقيسها هي هو الثيروجلوبولين. الثيروجلوبولين ده بروتين موجود في الثيرويد جلاند. طيب ايه اهميه ان احنا نقيسه، او بيشخص لنا مرض ايه؟ بيشخص لنا مرض مشهور جدا 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 اسمه الثيرويدايتس، اللي هو اللي بنسميه الثيرويد انفلاميشن. دايما الثيرويدايتس او الثيرويد انفلاميشن ده لما بيجي بيأثر اكتر على الثيروجلوبين، فالليفل بتاعه في البلد بيدل لنا هل هو يعني الديزيز ده موجود او لا. ده من اهم الحاجات في الديزيز ده. تاني حاجة بنمونيتور التريتمنت اوف ثيرويد كانسر، برضه بعض الثيرويد كانسر بتأثر على الثيروجلوبين، فلما نقيس الثيروجلوبين برضه هنقدر نحدد التريتمنت شغال على الكانسر ده ولا لأ. يبقى دي الحاجات اللي ممكن نقدر ان احنا نعمل بيها ايفالويشن اوف الثيرويد جلاند. طيب ده بالنسبة للجزء الأول النهاردة. تاني جزء عندنا بقى هو الايفالويشن اوف الادرينال جلاند. عشان نعمل ايفالويشن للادرينال جلاند لازم نعمل ايفالويشن لحاجة اسمها الهايبوثالاميك بيتويتري ادرينال فانكشن. يعني بنشوف الباسوي ده او الطريق ده هل في اي مشكله فيه. لو ما فيش اي مشكله فيه يبقى مفروض ان احنا يطلع عندنا ادرينال هرمونز طبيعيه. لو حصل مشكله في الطريق ده، سواء في الهايبوثالامس سواء في البيتويتري او سواء في الادرينال جلاند، هيبقى في عندنا ديفيشنسي في الهرمونز. طيب ازاي بقى نعمل ايفالويشن؟ الايفالويشن في الادرينال فانكشنز بتعمل حاجه اسمها البروفوكاتيف تيست. بروفوكاتيف تيست يعني تستات زي ما نقول كده، تستات استفزازيه. يعني ايه كلمه استفزازيه؟ هنعرف دلوقتي. اول واحد فيهم حاجه اسمها ديكساميثازون سبريشن تيست. ديكساميثازون ده نوع من انواع الجلوكورتيكويدز اللي احنا بنديه كعلاج. هو عباره عن سينثيتك جلوكورتيكويدز وبوتنت سينثيتك جلوكورتيكويدز. ايه الهدف من التيست ده؟ التيست ده احنا مفروض ان احنا بندي العيان الدواء ده اللي هو الديكساميثازون، ونبص على الليفل بتاع الكورتيزون اللي عنده. طبيعي لو في عندنا يا جماعه بني ادم طبيعي وادينا له الديكساميثازون ده بكميه كبيره، جسمه هيضطر ان هو يوقف انتاج الكورتيزون عنده، لان انا بقيت اخد الكورتيزون من اكسترنال اورجن، فبالتالي الكورتيزون بتاعي اللي هو من الانترنال اورجن الليفل بتاعه هيقل. طيب ده في الطبيعي انسان النورمال. طب لو عندنا انسان مثلا اب نورمال، يعني ديزيزد مثلا، وفي تيومر في الادرينال جلاند وبتطلع كورتيزون كورتيزون كورتيزون، لو ان احنا ادينا له الديكساميثازون وجينا نبص على الليفل بتاع الكورتيزون اللي طالع من الانترنال سورس، هنلاقي اللي ما تاثرش خالص. ليه؟ لان احنا عندنا دلوقتي في تيومر بيطلع كورتيزون وما تاثرش، ما حصلوش سبريشن بالديكساميثازون اللي احنا
الدينام. فاحنا كده بنسميه ده اسمه الديكساميثازون سبريشن تيست. احنا زي ما تقول كده هو استفزينا الجلاند ان هي تبطل افراز الكورتيزون، وشفنا هل هي استجابت ولا لا. لو استجابت يبقى ده نورمال، لو ما استجابتش يبقى ده ابنورمال. تعال نقرا بقى. قال لك ان سمول سنجل دوز تقريبا 1 مللي جرام از يوزد ان ذا اوفر نايت، على مدار النايت اوفر نايت سبريشن تيست. طيب تو سكرين فور كوشنج سندروم، يعني هنشوف هو عنده كوشنج سندروم ولا لا. الكوشنج سندروم هو في حاله ان الكورتيزون بيبقى زايد. قال لك ان التيست ده مبيبقاش يعني نافع قوي، لان ساعات في فولس نيجاتيف مي اوكير وين كات اوف فاليو من 70 ل 200 نانو مول بير ليتر اريوس. يعني بيقول لك ان التيست ده مبيبقاش فاليو قوي لو احنا استخدمنا كميه قليله من الديكساميثازون، فعشان كده بنستخدم كميه كبيره من الديكساميثازون اللي هو higher dose of dexamethasone was used to confirm the Cushing syndrome and determine its etiology. يعني لو استخدمت كمية قليلة ساعات ممكن يطلع لك false negative. يعني ايه false negative يا شباب؟ false negative ان احنا ادينا الدواء ده وطلع النتيجة negative لكن هو في الاصل مش negative، يعني زي ما تقول كده هو التست فشل. طب اصلا يعني ايه بقى ان التست negative؟ التست negative negative test يعني بيساوي failure of suppression of cortisol secretion. failure of suppression of cortisol secretion يعني المفروض ان هو يحصل suppression لو خدنا الديكساميثازون. طب لو ما حصلش suppression دي بنسميها negative test، وده بيبقى diagnostic للكوشنج سندروم. الكوشنج سندروم بقى ليه اسبابه كتيره، يعني اشهرها انه يكون في عندنا مثلا adrenal tumor بيسكريت كورتيزون. يبقى ده اول حاجه الديكساميثازون suppression test، عرفنا ان احنا بندي الديكساميثازون ونبص على الليفل بتاع الكورتيزون. لو لقينا الليفل بتاع الكورتيزون قل في البلد يبقى ده كده بوزيتيف تيست، ويبقى كده ده عيان او يعني ده كده شخص نورمال. لو ادينا الديكساميثازون ولقينا الليفل بتاع الكورتيزون ما قلش عادي، لا بالعكس لسه عالي، فده بيسموه كده نيجاتيف تيست. وفي الحاله دي ده دايجنوستيك للكوشنج سيندروم. التيست ده مهم وبيتسال فيه كتير. هو التيست اللي بعده، التيست اللي بعده اسمه الاي سي تي اتش ستيميوليشن، الاي سي تي اتش ستيميوليشن تيست. الـ ACTH اللي هو الأدرينو كورتيكوتروبيك هرمون، المفروض ده هرمون بيطلع من البيتيوتري جلاند، بيروح للأدرينال جلاند ويخليها تفرز الهرمونات بتاعتها. فإحنا بنديه الهرمون ده من بره ونبص على الأدرينال جلاند. طبيعي يا شباب لو إحنا إدينا الهرمون ده وبصينا على الأدرينال جلاند هنلاقي الليفل بتاع الهرمونز بتاع الأدرينال جلاند زادت، لأن إحنا إديناها STH من بره. فهنبص كده هون. طب لو لقيناها مش زادت، لقيناها مثلا ليفلز فضلت ثابته، ده معناها ان الادرينال جلاند مش شغال عندنا. فتعال نبص، يقول لك بيرفورمد باي يوزنج اكسوجينس اي سي تي اتش. يقول لك ان الديجري اوف ريسبونس ديبندس اون، يعني لو احنا الديجري بتاعتنا الريسبونس بتاع الادرينال جلاند يعتمد على ايه؟ يعتمد على الفسيولوجيكال انتجريتي اوف ذا جلاند. يعني نشوف الجلاند لو هي سليمه هتستجيب كويس للاي سي تي اتش وتطلع هرمونز، لو هي مش سليمه مش هتستجيب كويس. تاني حاجه ذا ديجري اوف بيريور ستيميوليشن، الديجري اوف بيريور ستيميوليشن يعني احنا اصلا عندنا حاجات تانية كانت عامل ستيميوليشن للادرينال جلاند في بعض الاستيمولس مثلا زي الهايبوجلايسيميا، الاستريس، في ستيمولس كتيره عامله ستيميوليشن للادرينال جلاند غير الاس تي اتش. فاحنا بنشوف هل في عوامل اخرى عامله ستيميوليشن للادرينال جلاند ولا لا. دي الحاجات اللي بتاثر على الريسبونس بتاع الادرينال جلاند للتست ده. طيب الانديكيشنز بقى بتاعت التست ده، الانديكيشنز بيعمل لنا diagnosis of adrenocortical insufficiency by measuring the cortisone levels. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي لو عندنا ديزيز اللي هو الادرينوكورتيكال انسفشنسي، الادرينال جلاند مش قادره تقوم بشغلها، حتى لو احنا اديناها اي سي تي اتش المفروض ان الليفل بتاعت الهرمونز تزيد، لكن في الادرينوكورتيكال انسفشنسي الليفلز بتاعت الكورتيزول مش هتتاثر، فبالتالي ده بيدينا diagnosis للادرينوكورتيكال انسفشنسي. طيب الديزيز الثاني اللي هو diagnosis of congenital adrenal hyperplasia by measuring الاندروجين بريكورسور ليفل. الكونجنيتال ادرينال هايبربليزيا ده ديزيز بيحصل فيه ان احنا ما بنقدرش نصنع كورتيزول، لكن الكدني الادرينال جلاند بتقدر تصنع الاندروجين، فبتحول كل شغلها على الاندروجين، فبالتالي الكورتيزون ليفل بيبقى قليل خالص والاندروجين ليفل بيبقى اعلى من الطبيعي. فاحنا بنروح جايين عاملين لها بروفيكيشن، بنستفزها، بنديها الاي سي تي اتش ونبص هنشوف الليفل بتاع الكورتيزول والاندروجين اخباره ايه. لو اديناها الاس تي اتش ولقينا الليفل بتاع الكورتيزون ما زادش خالص، بالعكس ده الليفل لسه قليل عن الطبيعي،
ولقينا الليفل بتاع الاندروجين زاد جامد قوي، فده معناها ان هو احنا عندنا ديزيز اللي هو اللي اسمه الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. ليه؟ لان الادرينال جلاند مش قادره تصنع الكورتيزون لكن بتصنع مكانه الاندروجين، فالليفل بتاعه بيعلى قوي اول ما نعمل لها استيميليشن بالاي سي دي اتش. يبقى ده التيست الثاني اللي ممكن نعمل نقدر نعمل بيه ايفالويشن للادرينال جلاند. قلنا الاولاني اللي هو الديكساميثازون سبريشن تيست، الثاني اللي هو الاي سي دي اتش استيميليشن تيست. طيب عايزين بقى نعمل ايفالويشن اوف الكورتيزول سكريشن، الكورتيزون بس بشكل عام يعني مش الادرينال جلاند كلها، لا عايزين نشوف الكورتيزون. عايزين نشوف الكورتيزون اللي طالع عندنا ده هل هو كافي ولا مش كافي. ببساطه نقدر نقيس الليفل بتاعه في البلد، نقدر نقيس الليفل بتاعه في اليورين. قال لك كورتيزول اند كورتيزون ليفلز ان ذا بلازما اور ذير يورينري ميتابولايتس اللي هو ال 17 او اتش كورتيكوستيرويدز كان بي ميجر، سواء هنقيس الليفل بتاعه في البلازما او هنقيس الليفل بتاع الميتابولايتس بتاعته في اليورين. ده هيدينا يعني فكره عن الليفل بتاع الكورتيزون اللي طالع قد ايه. طيب يقول لك abnormality of hormone level may indicate adrenal abnormality. يعني ايه؟ يعني احنا لو لقينا مشكلة او يعني لقينا الليفل بتاعه قليل او كتير، ده معناها ان ممكن يكون في مشكلة في الادرينال جلاند. لكن قال لك ده مش في كل الاحوال. يعني ايه يعني مش في كل الاحوال؟ قال لك في احوال ممكن تلاقي الليفل قليل، ممكن تلاقي الليفل عالي شوية، دي مش مشكلة. ليه؟ لانك بيقول لك ان circulating glucocorticoids level has a diurnal rhythm. يعني ايه diurnal rhythm؟ يعني هي على حسب اليوم، في وقت بتعلى فيه وفي وقت بتقل فيه، فمش معنى انها قلت ان هو عنده مرض، لا هو في اليوم كده هو حاجه اسمها diurnal rhythm او حاجه بنسميها circadian rhythm. فبالتالي هي يوم في اليوم الواحد ممكن تلاقيها زايده مثلا الصبح قليله بالليل، او يعني في وقت معين بتزيد في وقت معين بتقل، والموضوع circadian rhythm ده بيتغير على حسب برضه نوم الواحد. يلا glucocorticoids have pulsatile secretions and circadian rhythm. زي ما قلنا circadian rhythm ان هو في وقت بيزيد فيه في وقت بيقل فيه، فبالتالي الليفل بتاعه مش معنى ان احنا لقيناه اقل عن رقم معين خلاص ده بيبقى 100% ديزيز، لا في شويه فاريابيليتي في الموضوع. فيقول لك ده عشان كده بقى ايه؟ Therefore single determination are considered unreliable. يعني ايه؟ يعني لو احنا خدنا عينه واحده من الكورتيزون ما ينفعش نحكم هل الكورتيزون ده قليل ولا كتير، لان احنا عندنا الليفل بتاعه بيتغير على مدار اليوم. قال لك ليه بقى؟ ليه بقى يعني single determination are considered unreliable؟ because الاسباب الجايه دي بقى. قال لك ان عند تقريبا عند الساعه 8 الصبح النورمال كورتيزون ليفل بيبقى تقريبا من 7 ل 22 نانو جرام بير ديسيليتر، ده عند 8 الصبح. عند 8 بالليل this value is twice، يعني تقريبا بتبقى الضعف اللي هو تقريبا من 14 ل 44 نانو جرام بير ديسيليتر. فبالتالي زي ما انتم شايفين كده في اختلاف جامد قوي، فمش معنى ان هو 7 ان هو قليل، ومش معنى ان هو 14 ان هو كتير، لا هو بيختلف من الوقت للتاني. طيب عشان نحل الموضوع ده هنعمل ايه؟ قالك هنعمل بقى ايه؟ هنعمل هنجمع اليورين على مدار يوم كامل ونشوف في اليوم الكامل ده طلع لنا قد ايه. قالك 24 hours urine collection is required for reliable measurement of 17 OH corticosteroids. يبقى ايه هو التست الريلايبل عشان نشوف الليفل بتاع الكورتيزون ده عالي ولا قليل؟ ان احنا نجمع يورين على مدار 24 ساعة ونشوف كمية الكورتيزول فيها قد ايه. طيب يقول لك النورمال كولكتيف رينج بقى في 24 ساعة، يقول لك في الوومن تقريبا بيبقى من 2 ل 6 من 2 ل 6 مايكرو جرام بير 24 اورز، وفي المنس بيبقى تقريبا من 3 ل 10 اكتر بحاجة بسيطة مايكرو جرام بير 24 اورز. ده الليفل بتاعه في على مدار تجميع 24 ساعة يورين. بيقول لك برضه الليفل ده ممكن يتحسب بطريقه ثانيه، يعني هو دي الطريقه المعروفه ان انت بتشوف الليفل بتاعه، بس ممكن يتحسب نسبه الى الكرياتينين ان الكدني مطلعه. هي دي طريقه يعني شويه معقده بس يعني ما موجوده عندكم فبنقولها. الاماونت اوف 17 او اتش كورتيكوستيرويدز، الاماونت اوف 17 او اتش كورتيكوستيرويدز از اكسبريسد از ملي بير جرام اوف يورينري كرياتينين. يعني بنشوف كميه الكرياتينين قد ايه ونقول النورمال المفروض يطلع من مقابل ليها من الكورتيكوستيرويدز قد ايه. يقول لك النورمال فاليو تقريبا من 2 ل 6.5 مللي جرام بير جرام كرياتينين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نورمالي في الناس الطبيعيين مع كل جرام كرياتينين بيطلع من الكدني بتطلعه بتطلع قصاده من 2 ل 6.5 مللي جرام من ال 17 او اتش جلوكورتيكويدز. ده النورمال فاليو، لو زاد او قل بقى ده معناها ان هو كده ابنورمال. يبقى دي طريقتين، انك تشوف ال 24 ساعه او انك تشوف بالنسبه للكرياتينين اللي طلع. طيب
يقول لك الـ is excreted directly related to the body mass. الـ excretion بتاع الـ 17 OH corticosteroids شوية بيعتمد على الـ body mass. يعني لو الواحد مثلا obese يقول لك الـ obese subjected may exceed the normal value despite having normal adrenal function. يعني يقول لك ساعات في بعض الناس الـ obese اللي هم بيبقوا تخان الليفل بيبقى أعلى من كده شوية، لكن ده ما يدلش على إن هو عنده أي disease ولا حاجة، لا هو عنده normal adrenal function، لكن هو عشان هو obese شوية الـ value بتبقى أعلى من الإنسان اللي مش obese. يبقى ده ازاي عملنا ايفالويشن للكورتيزون، وقلنا اهم حاجه ان احنا نجمع في الكورتيزون على مدار 24 ساعه عشان هو بيبقى عنده حاجه اسمها السيركيديان ريزم، ان هو بيتغير من وقت للتاني زي ما شفنا دلوقتي. طيب اخر حاجه عندنا هي الايفالويشن اوف الادرينال اندروجينز. الادرينال اندروجينز هي الاندروجينز اللي بتطلع من الادرينال جلاند. هل في اندروجينز تانية بتطلع من في الجسم؟ قال لك اه في بتطلع من التستس. طب احنا عشان عايزين نقيس اللي طالع من الادرينال جلاند بس بنقيس حاجه اسمها دي هيدرو ايبي اندروستيرون. الدي هيدرو ايبي اندروستيرون ده بيطلع بس من الادرينال جلاند وما بيطلعش من التستس، فبالتالي هو بيدينا صوره عن كميه الاندروجين اللي طالعه من الادرينال جلاند بعيدا عن التستس او اي سورس تاني للاندروجين. يقول لك it's exclusively an adrenal product، يعني حلو جدا لان انت تقدر تشوف شغل الادرينال جلاند عامل ايه. So its plasma level is a specific measure for adrenal androgen production. ودي معلومة مهمة قوي، احنا لما نيجي نقيس هل بنقيس الاندروجين نفسه ولا بنقيس الدي هيدرو اي بي اندروستيرون؟ لا بنقيس ده. ليه؟ لانه ده specific للادرينال جلاند. طيب serum concentration of الدي هيدرو اي بي اندروستيرون بقى are variable marker for long term adrenal androgen activity. يعني يقول لنا الادرينال جلاند شغاله شغلها عامل ايه، كويس ولا لا. بيقول لك assure the validity of a single serum determination. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان هو عينه واحده بس منه تقدر انت تشخص بيها هل هو زياده ولا قليل، وده عكس اللي كان في الكورتيزون. هنا عينه واحده تقدر تشخص، لكن هناك كان لازم ناخد 24 ساعه يورين. طب ليه بقى هنا عينة واحدة تقدر تشخص؟ قال لك أول حاجة لأن هو عنده significant production rate، يعني بيطلع بكمية كبيرة من الأدرينال جلاند. تاني حاجة إن هو عنده low metabolic clearance rate، يعني ما بيتكسرش بسرعة وما بيخرجش من الجسم بسرعة. تالت حاجة إن هو عنده long half life. long half life يعني بيقعد في البلازما فترة طويلة، فبالتالي نقدر نقيسه. آخر حاجة إن الدي هيدرو إيبي أندروستيرون can't bind to serum 6 هرمون بايند جلوبلينز، يعني ما بيمسكش في البروتينات الخاصه ان هي تمسك ال 6 هرمون، لا ده بيبقى لوحده في البلد. يبقى دول اربع اسباب تقول لنا ليه احنا نقدر نقدر نقيس الليفل بتاع الدي هيدرو اي بي اندروستيرون من مره واحده، نقدر نشخص على طول، مش لازم ان احنا نقعد ناخد 24 ساعه والكلام ده زي ما كنا في الكورتيزون. يبقى ده تيست لطيف وبيتعمل مره واحده وبيطلع لك النتيجه على طول. طيب التست ده بقى ده النورمال ان هو يطلع كام؟ قال لك ان التوتال برودكشن ريت تقريبا بيبقى اكتر من 10 مللي جرام بير دي. ده تقريبا يعني بيحسبه كده هو اللي هو تقريبا بير دي كله المفروض يبقى كام. طيب احنا لما نيجي نقيسها بقى اصلا يعني كتركيز في بلاد بعيدا عن الدي، قال لك الكونسنتريشن اوف داي هيدرو اي بي اندروستيرون ثرو اوت ذا منستريبال سايكل بيبقى تقريبا من 82 ل 338 مايكرو جرام بير دي سيليتر. الليفل ده تقريبا في الفيميل بيكون من 82 ل 338، ده النورمال في القياسه الواحده، مش في على مدار اليوم بقى، لا ده في القياسه الواحده تقريبا بيبقى مايكرو جرام بير ديسيلتر. تقول لي هو في اندروجينز اصلا ممكن يكون في الفيميل؟ هقول لك اه بس بيبقى بنسبه صغيره يعني بالنسبه للميل يعني. طيب يقول لك ان سام كيسز زي مثلا في الكوشنج سندروم او في الكرونيك هايبر برولاكتينيميا وفي الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا الليفل بتاع الداي هيدرو اي بي اندروستيرون بيبقى اليفيتد. وده سؤال مشهور قوي في الام سي كيو، الليفل بتاع الداي هيدرو اي بي اندروستيرون بيزيد في حالات ايه؟ هما ثلاث حالات زي ما مكتوب عندك كده اهون كدي كامثله. الكوشنج سندروم، الكوشنج سندروم دي بيبقى الادرينال جلاند كلها بيحصل لها ستيميوليشن، فبتطلع كورتيزون وبتطلع الدوستيرون وبتطلع معاهم الدي هيدرو اي بي اندروستيرون. الكرونيك هايبر برولاكتينيميا، البرولاكتين ده هرمون بيطلع بيحفز برضه الخروج الداي هيدرو اي بي اندروستيرون. واخر حاجه الكولجينيتال ادرينال هايبر بريزيا، وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شويه، ان الادرينال جلاند هنا تقدر ان هي تصنع الاندروجين لكن ما بتقدرش تصنع الكورتيزون، فبالتالي الليفل بتاع الكورتيزون بيبقى قليل والليفل بتاع الاندروجين بيبقى عالي، وبالتالي الكورتيزون بتاع الاندروجين اللي هو الدي هيدرو اي بي اندروستيرون بيبقى عالي. طيب
دول بيبقى دي الحالات اللي بيعاني فيها. طيب في حاله بقى خاصه شويه كده، هو قال لك ان انت لو لقيت الدي هيدرو اي بي اندروستيرون اعلى من 700 نانو جرام بير ديسيليتر، يعني اعلى من الرقم ده، ومع انكريس في التستوستيرون ليفل، يعني ده عالي وده عالي، ده سترونجلي سجستيف اوف اندروجين بروديوسنج ادرينال تيومر. ده يعني لو لقيت الرقم عالي او اكتر من 700 ومع التستوستيرون زايد، ده بنسبه كبيره التشخيص هيكون اندروجين بروديوسنج ادرينال تيومر، يعني في تيومر في الادرينال جلاند، والتيومر ده بيطلع اندروجين بكميه كبيره قوي لدرجه ان هو بقى الليفل بتاعه اكتر من 700 نانو جرام بير ديسيليتر. كده يا شباب احنا خلصنا درس النهارده.